السلام عليكم جميعا، مساء الخير. معكم دلال مبارك بوظهير من مركز عمليات الطبي. إن شاء الله اليوم راح نستعرض معكم طريقة التعامل مع نظام التذاكر وإيش الهدف منه. مبدئيا نظام التذاكر أو هو نظام يستخدم لإنشاء التذاكر في حال وجود بنود سفرية تم طلبها عن طريق موارد ولم تتوفر. بصفة عامة البرنامج ليس لي الشكاوي، إنما لإيصال صوتكم بطريقة أسرع للجهات المسؤولة واستيضاح سبب تأخر سورية البند أو توفير البند للجهة الطالبة. مبدئيا مثل ما انتم شايفين، يعني هذا هي صفحة الدخول. إذا كان وصلتكم الدعوة بالإيميل، معناته أن تم إنشاء حساب لكم في النظام. احتمال كبير يكون ما وصلكم يعني جزء من الناس ما توصلهم الحسابات، لأنه يصير يعني أنه يكون في الإيميل المهمل أو غير المهم، أو يكون يصير في بلوك من جهة إيميل الوزارة فما توصلكم. فإحنا راح نشارك معكم الرابط وفي إيميل إلحاقي يكون فيه الرابط وفيه طريقة استخدام التعامل مع النظام وفيه كل التفاصيل إن شاء الله. طيب نبدأ، في نستقبل طبعا أسئلتكم في نهاية الورشة، ونبدأ إن شاء الله في شرح النظام. أولا هذه هي الشاشة الرئيسية، شاشة تسجيل الدخول، تظهر لكم بهذا الشكل. الخانة الأولى كان راح تكون للإيميل اللي هو إيميل الوزاري، وثم الباسورد. إذا كان وصلكم الإيميل وقدرتوا تطلعون عليه، راح يكون في الإيميل نفسه الرابط والباسورد. طيب نسوي نحط البيانات حقتنا اللي هو الإيميل الوزاري ثم الباسورد وكلمة المرور، ونسوي تسجيل دخول. بعد تسجيل الدخول راح في حال كان عندكم الحساب نفسه على أكثر من منصة، راح تطلع لكم هذه الشاشة، لكن بصفة عامة غالبا ما يعني ما راح تظهر لكم. في حال إن ظهرت تختارون HCC Supply Chain SCOC اللي هو التموين الطبي. Continue راح تظهر لنا هذه الشاشة. أولاً نشرح الشريط اللي فوق. عندنا هنا بيانات الحساب، هنا التنبيهات، وهنا اللغة العربية والإنجليزية. لو نضغط على هذه الخانة راح يظهر لنا بروفايل، وتحتها تسجيل الخروج. بيانات البروفايل لو نضغط عليها راح يظهر لكم إيش الإيميل والرول وما إلى ذلك. ندخل هنا إذا إحنا حابين نسوي نغير كلمة المرور. فأول شيء مثل ما قلنا المثلث بروفايل، تظهر لكم هذه الشاشة. بعدين edit profile، edit profile راح تقدرون تغيرون الاسم وتغيرون الباسورد. لما تغيرون الباسورد وكلمة المرور تضغطون على confirm وراح يتغير كلمة المرور، لكن أنا ماني حابة فراح أضغط cancel. هذه هي الخانة الأولى. ننتقل للي بعدها اللي هي هذا الجرس الصغير اللي على الجهة اللي فوق على جهة اليمين. لو نضغط عليه راح يظهر لنا هذه الشاشة Notification و Settings. ننتقل لـ Settings اللي هي الإعدادات. راح يكون في خيارات، مثلا التذكرة اللي أنا أنشأتها تم إضافة كومنت جديد عليها، مثل ما انتم شايفين نيو كومنت نوتيفيكيشن. نضغط بس هذا راح ينفتح فتوصلكم إيميلات إذا تم إدراج أو إضافة أي تعليق على التذكرة اللي تخصكم. طبعا في أنواع كثيرة عندنا النيو كومنت أو تعليق جديد.
تذاكر جديدة، تم حل التذاكر، تم إعادة فتح التذاكر، وأخيرا تم في حال إغلاق التذاكر. بعدها عندنا اللي بعدها اللي هي العربي والإنجليزي. إذا كانوا إحنا الحين الشاشة الرئيسية عندي أنا باللغة الإنجليزية، إذا حبيت باللغة العربية بس أضغط على العربية وتتحول إلى اللغة العربية. زي ما انتم شايفين كل الشاشة تحولت إلى اللغة العربية. نرجع بس للغة الإنجليزية. طيب الشاشة هذه مثل ما انتم شايفين فوق اسمها داشبورد، فيها بيانات التذاكر لهذا الأسبوع. طبعا راح يكون في اختلاف بسيط في الأرقام لاختلاف نوع الحساب، فهذه كلها راح تكون بيانات التذاكر خلال هذا الأسبوع. ننتقل لتيكتس اللي خانة اللي بعد الداشبورد. هنا أول شيء راح نشرح كرييت تيكت أو إنشاء التذاكر، طريقة إنشاء التذاكر. في هذه الخطوة راح تواجهون أو 3 خطوات، راح تكون 3 أجزاء. عندنا هذه الخانات مثل ما أنتم شايفين المعلومات العامة أو general information. في البداية راح يكون email to، طبعا مثل ما أنتم شايفين عندها حرف ال I، يوضح لكم إيش المقصود بالخانة. لكن email to هي لما يكون عندكم أحد تبغون تنبهونه بتذكرتكم تحطون إيميله. وأحب أوضح إن هذه الخانة مو مطلوبة، الخانات المطلوبة فقط اللي عندها نجمة صغيرة مثل ما تشوفون في الخانة اللي تحتها اللي هي subject، في عندها نجمة صغيرة مطلوبة. نكتب هنا مثلا نقص أو بنت صفري أو ما إلى ذلك اللي أنتوا حابين، مثلا out of stock، بنود غير متوفرة. لكن بما أننا بس جالسين نسوي training راح نحط test. الخانة اللي بعدها اسمها attachment، مثل ما تشوفين عندها حرف ال I، لكن في نفس الوقت ما هي أساسية ولا هي مطلوبة. إذا كان في ملف حابين تضيفونه لكن ما تحتاجون تضيفون أي شيء. أما الجزء الأخير اللي هو description أو الوصف، راح تكون فيه بيانات التذكرة. طبعا هذه البيانات راح تكون ثابتة وراح يتم مشاركتها معكم في الإيميل الحقري. فهنا لو نسوي لها لصق راح يظهر لكم أهم راح يظهر لكم الديسكريبشن أو الوصف المطلوب اللي هو فيه أهم البيانات اللي هي اسم البند، رقم البند، ورقم الطلب من الموارد. نحب بس أذكركم مرة ثانية أن يتم إنشاء التذاكر بعد طلبها في موارد، وصار عليها مشكلة ما قدروا يعني تتوفر لكم لأي سبب كان. وهذا أولا. ثانيا راح يتم إنشائها على مدير الإمداد في المستشفى، بعدها يتم الرد من قبله بناء على رده، إما يتم توفير البند أو يتم تحويلها للجهات المختصة. فالتذاكر بصفة عامة لا تعتبر أصل شكاوي، إنما لتسريع عملية التواصل. هنرجع للصفحة الأولى. مثل ما قلنا اسم البند ورقم البند ورقم الطلب من الموارد هي أهم الخانات. يوصلكم أيضا الديسكريبشن هذا في الإيميل. ننتقل للصفحة الثانية اللي هي additional information، بس نضغط next ونروح للصفحة الثانية. في هذه الصفحة راح لما تتعبونها بطريقة صح راح توصل للجهة بطريقة صحيحة. فإن شاء الله أتمنى أنكم تنتبهون بس لهذه الخطوات لأنها مهمة جدا وتسرع عملية التواصل إذا كانت التذكرة صحيحة. أولا عندنا البرايوريتي أو الأهمية، نختار هاي وعالية. ثم التيم، نختار مين أو مو اتش هوسبيتالز أو المستشفيات.
بدأ هنا نختار أيضا أمواج هوسبيتالز ديو ديت. بالنسبة لتذاكر الأوتو ستوك أو ورود السفرية راح يكون 5 أيام عمل، يعني الأسبوع الجاي. بالنسبة لديو تايم مثل ما تشايفين ما فيها أي نجمة، فمعناته ما يحتاج إنكم تدخلونها، راح تكون أوتوماتيكلي من السيستم نفسه، من النظام نفسه. بالنسبة للخانة ريجن كلاستر نضيف بس المنطقة اللي تتبعون لها، فمثلا هنا أنا بختار عسير، ثم الهوسبيتال اللي هو المستشفى اللي تتبعون له. لتسهيل عملية البحث أضفنا أسماء المناطق في بجنب أسماء المستشفيات، مثلا لو كتبت أنا عسير راح تظهرني مستشفيات عسير كلها، وأختار منها مستشفى انتقل للايتم كود. هنا رقم البند ضروري يتم إدخال رقم البند في هذه الخانة عشان بس يسهل متابعتها من قبل الفريق. في حال كان رقم البند غير متوفر في item code نحط NA، لكن بصفة عامة يفضل أن تدخلون رقم البند. بعدين ننتقل هنا type of ticket اللي هو نوع التذكرة. مثل ما قلنا بنود السفرية فهي راح تكون out of stock. وأخيرا عندنا type of unit انتوا تتبعون لل ICU، نحط ICU. وأخيرا عندنا UID ما يحتاج تدخلون فيها أي بيانات لأنها لتيم آخر، ومثل ما انتوا شايفين أصلا ما عندها نجمة فما يحتاج منكم تعبونها. ننتقل للصفحة الأخيرة. الصفحة الأخيرة راح يكون فيها review أو مراجعة للتذكرة بشكل كامل. فعندنا السبجكت، عندنا الديسكريبشن اللي هو عنوان التذكرة ووصف التذكرة، وتحت عندنا تاكس اللي هي فيها الوقت واليوم اللي الديو. وأخيرا عندنا التيمز اللي احنا اخترناها أو مثل ما المعلومات اخترناها في الصفحة الثانية اللي additional information أو المعلومات الإضافية، ففيها تيم في priority وما إلى ذلك، هذه كل التفاصيل. تقدرون تراجعون بيانات التذكرة من هذه الصفحة إذا كان فيه يعني أي معلومة خاطئة، بس تضغطون على باك ويرجع لكم يرجعكم الصفحة اللي قبلها. لكن في حال كانت هذه البيانات ما رجعتوها كانت كلها صحيحة، تضغطون بس على submit وreview وراح يتم إنشاء التذكرة. هذا بما يخص كريت تيكت أو إنشاء التذاكر. ننتقل لهذه الصفحة اللي هي جميع التذاكر. بما يخص هذه الصفحة عندنا الـ Customize Column، هنا راح تظهر لكم هذه الخيارات. هذه الخيارات جميعها لها علاقة بهذا الجدول اللي انتم شايفينه اللي هو ticket number subject priority وما إلى ذلك. مثلا انتم مو حابين يعني أحد الأعمدة تكون ظاهرة، بس تضغطوا على customize بتشيلون العمود اللي ما تبغونه. هنا شلت team، لو بس أرجعه لاحظوا عندي هنا team اللي هو في هذا العمود اللي في الوسط، لو أنا بشيله أضغط بس عليه بدي أحط سيف راح يختفي مثل ما أنتم شايفين. عندنا هنا سيرش، هنا في حال كانت عندنا إحنا تذكر حابين رقم تذكرة حابين نطلع عليه نضيف الرقم هنا. مثلا أنا عندي هذه التذكرة، نلاحظ إنه الرقم تذكرة يكون بدون علامة الهاشتاج عشان تطلع لنا التذاكر. فهذه تذكرة سابقة تم إنشاؤها، لو نطلع عليها هنا هذه
هذه التذكرة، فهنا خانة البحث إذا حاب تحصل عن تذكرة معينة. الخانة اللي بعدها هي فلتر، ونضغط على فلتر راح تظهر لنا هذه الصفحة. هذه الصفحة تتكون من جزئين، الجزء الأول most used اللي هي أكثر استخداما، ثم عندنا اللي جنبها اللي هي advanced. advanced فيها تفاصيل أكثر، فمثلا لو حابين منطقة معينة أو مستشفى معين أو بند معين تقدرون تبحثون عنه بهذه الخانة، يطلع لكم كل التذاكر اللي تحت هذا البند. لكن اللي لما يكون عندكم access أو إمكانية الاطلاع على عليها، فحاليا راح يكون عندكم بس اطلاع على تذاكركم فقط. لما نختار فلتر حابين نفلتر بأي شيء معين، لو بس نقول مثلا هنا فريق المستشفيات، نضغط على apply filter وكذا راح يبحث. بتلاحظون إنه تغيرت الأرقام، أول كانت 160 ألف، الحين عندنا صارت 10 لاك. فهذه هي صفحة التذاكر. في البداية عندنا all اللي هي جميع التذاكر، عندنا تذاكر open اللي هي تم إنشاؤها ولم يتم الرد عليها إلى الآن، reopen تذاكر المعاد فتحها، تم إعادة فتحها إما لتحويلها لفريق ثاني أو طلب معلومات إضافية، وعندنا solved اللي هي تم الرد عليها، وأخيرا عندنا closed التذاكر المغلقة إما لتوفر البند أو لأسباب أخرى، تقدرون تطلعون عليها في التذكرة. وأخيرا عندنا الأوفرزيو للتذاكر التي تجاوزت فترة المعالجة. هذا ما يخص هذا الخانة اللي فوق، ننزل شوي هنا راح مثل ما قلت لكم تطلعون على التفاصيل اللي لما إنشأنا التذكرة أدخلناها. ننزل شوي نقدر نضغط على next، ننتقل على الصفحة اللي بعدها. التذاكر مرتبة بناء على تاريخ ووقت الإنشاء. نطلع الحين على التذاكر من الداخل، هذا شكلها من الداخل، يكون فوق فيه حالة التذكرة، في هذه التذكرة مكتوب عندنا هنا فوق إنها closed، رقم التذكرة و الأكشن. الأكشن بما أن هذه التذكرة مغلقة فما فيه عليها يعني أكشنز كثيرة، بس reopen. طيب بالنسبة للأكشنز أو الرد على التذاكر، إذا كانت التذكرة كاملة وصحيحة يتم الرد عليها من قبل مدراء الإمداد في المستشفى نفسه. أما إذا إحنا طلبنا أي معلومات إضافية يمكن إضافتها من هنا من هذه الخانة اللي تحت اللي هي comment. comment تقدرون تكتبون التعليق اللي أنتم حابينه، تضغطون على submit. بعدها عندنا هنا action، راح أوريكم بس في تذكرة ثانية مفتوحة عشان نطلع على الطريقة. طيب هنا التست اللي هي كانت subject، هاي هي ال priority، هنا المعلومات اللي تم إنشاء اللي تم كتابتها في التذكرة. ولو ننزل تحت هنا ال additional information اللي هي الصفحة الثانية، فيها هنا كل التفاصيل، الفريق، ال organization، المنطقة، المستشفى، رقم البند وما إلى ذلك. في هذا الخانة اللي في النص راح يكون فيها ال comment أو التعليقات. ننزل تحت عندنا هنا التايم لاين أو الوقت حق التذكرة، متى تم إنشائها، متى تم إعادة فتحها، متى تم إضافة تعليق. نشوف بس تذكرة مفتوحة، طلع على تذكرة واحدة مفتوحة. نطلع على التعليقات، من عندنا action solved، يعني راح تظهر لنا الخيارات لحل التذكرة.
تمام، هذا بكذا يكون استوفينا كل النظام. إن شاء الله إنه يكون سهل وواضح لكم.